وتحول بعد ذلك وسجل حضورا متميزا مع نادي السد في السنوات الماضية. أسماء سجلت حضورا كبيرا، أسماء سبق وأن توجت بالألقاب، كتيبة هثت أركان القارة الصفراء، وقفت على عرش كل لمباراة اليوم. كرة فيها محاولة من عبامامية في منطقة الجزاء بعد اللقطة الماضية، تصل إلى أنس مبارك، لمسة في منتصف ملعب المباراة. زيرو بيرتو سداوية يتذكرونه جيدا، ثلاث بطولات سابقة سجلت باسم المدرب البرازيلي سيلاس، لكنه ليس سيلاس الحالي، هو سيلاس آخر، جاء إلى دولة قطر في الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي. كرة في محريخ المواجهات بين الفريقين على مستوى المباراة النهائية، يدركون تماما بأن الفائز سيقتطع وسيقتص ورقة العبور إلى آسيا، سيكون حاضرا ممثلا كرابع الأندية القطرية في دوري أبطال آسيا في النسخة القادمة. خلفان إبراهيم نجم نجوم الموسم بالنسبة للاعبين القطريين، لكن في المجمل العام الاختلاف على أن تباتا هو النجم الأول في هذا الموسم. كرة فيها محاولة ملعوبة في الجهة اليسرى عالية وطويلة، تصل سهلة تحت سيطرة حارس المرمى. 2003 كانت الأمور بنظام الذهاب والإياب، وتأهل السد إلى المباراة النهائية. كرة فيها محاولة ملعوبة لمصلحة خلفان في منطقة الجزاء، مرميان ركلة جزاء، لا 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 لا. بعد ذلك لأن يكون حاضرا مع نادي السد، كرة فيها محاولة ملعوبة أمامية لمسعد الحمد، محاولة السيطرة على الكرة الماضية. التحدي الكبير الذي شاهدناه على قنوات الدوري الكاس ما بين مسعد وما بين اللاعب اللي هو فادي الشمري، يظهر في أرضية الملعب في الرواق الأيسر هنالك في الشارع برمية تماس. الآن محاولة ملعوبة تصل لمصلحة نذير بالحاج، مرة أخرى يبحث عن كرة عرضية. الآن نذير بالحاج من خلال الكرة الماضية، لكن أيضا شوف التغطية الدفاعية المميزة الحاضرة. كرة فيها محاولة ملعوبة تصل سهلة إلى قاسم مهان، ليس كما اعتدنا في المباريات الماضية. اليمنى إلى مسعد الأطلال في الجهة اليمنى، محاولة لكرة عرضية، تدخل يأتي من حامد والإبعاد في التوقيت المثالي. والكرة بعد اليوم الكل فايز، ما في خسران من خلال هذا اللقاء بمصافحة زيد السيدي أمير البلاد من خلال مباراة اليوم. نعم فاز الفهود وفاز ابن الذيابة بمصافحة يمنى الأمير المفدى، هكذا كانت الكلمات، هكذا الجزاء وهم يستحقونها. كرة في منتصف في ملعب المباراة تصل لمصلحة السد عن طريق عبد القادر كيتا، مرور وتقدم ممادن يانج، لمسة تصل عن طريق وسام في الجهة اليسرى، نادير عرضية في منطقة الجزاء ملعوبة، المحاولة لكن الإبعاد في التوقيت المثالي يأتي من خلال اللقطة الماضية. كل الأسماء التي كانت حاضرة محاولة من بداية الشوط في اللقطة الماضية تأتي عن طريق إلى يومنا هذا، لذلك هو الزعيم لا يرضى إلا بالصدارة، هو الزعيم لا يربح السد. وصلت في الجهة اليسرى لمصلحة خلفان، قد يدق في المرور في أي لحظة، في أي لحظة، في أي لحظة، مرة في الجهة المقابلة، وصلت في الجهة اليمنى إلى مسعد الحمد، لمسة تصل إلى أن تكون حاضرة إلى كادر كيتا، تحويل تغيير تعود بالكرة من اللقطة الماضية لمصلحة خلفان، لمسة إلى نذير بالحاج يبحث عن كرة عرضية، يبحث عن عرضية في منطقة الجزاء، خطيرة بعيدة. مبارك عنبر هو أكثر كابتن رفع لقب هذا في منتصف في ملعب المباراة، محاولة ملعوبة الآن تصل لمصلحة الزعيم السداوي في الجهة اليسرى، محاولة المرور والتقدم لكن التغطية حاضرة، يبحث الدولي الجزائري فراد عن كرة عرضية، لعب العرضية في منطقة الجزاء فيجو بعد الكرة الماضية. أرضية الملعب من أجل شهادة اللقاء وإنهاء المفاوضات من أجل طريق الملعب، وصل إلى أرضية الملعب. إذا التكهنات بانتقاله للسد تبدو أكبر. كرة فيها محاولة تصل لنذير على المشارف، تسديدة ملعوبة في اللقطة الماضية لكن تصل سهل، فالسد لا يخسر بالترجيح عندما يصل إلى المباراة النهائية. بينما الغرافة كرة فيها محاولة والتي أيضا نشرت في الصحف المحلية من خلال هذا اليوم، قصة واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة والمشجع المعروف الكبير بالنسبة لنادي، لكنه لم يحظى بشرف الفوز بلقب هذه البطولة. كرة تصل الآن واحد في مرمى اليونان وواحد في مرمى المنتخب النيجيري، ساهم بشكل كبير في وصول كوريا إلى المرحلة الثانية. كيتا أمامية ملعوبة خطيرة كرة الماضية لكن تصل عند حالة مارا سليمة إدياني، كرة في الجهة اليسرى بمحاولة ملعوبة وبعد الكرة الماضية مستمرة عرضية في منطقة الجزاء خطيرة اللقطة الماضية. مين فيد يا سلام يا فيه، خطيرة مرت من أمام الجميع وصلت إلى عبد القادر كيتا يلعب كرة عرضية في منطقة الجزاء، الإبعاد يا سلام يا سلام.
من يجد الحلول؟ من يجد الحلول؟ فساتي المدرب الأوروبياني الشهير في الجانب المقابل باولو سيلس. بالمناسبة سيلس